أشاد رئيس مجلس النواب بموقف الشعب المصري ومؤسساته الإعلامية تجاه الأحداث في غزة، مما أحدث تغييرا جذريا في الرأي العام العربي والدولي تجاه حقيقة القضية الفلسطينية. كما أشاد بدور الإعلام في تناول القضية الفلسطينية على نحو أسهم في تعزيز العمق المعرفي لدى المتابعين تجاه القضية. إن مجلس النواب لا يمكنه ان يغمط الشعب المصري ومؤسساتنا الاعلاميه الوطنيه حقهم تجاه الاحداث في غزه حيث استطاع الشعب المصري من احداث تغيير جذري في الراي العام العربي والدولي تجاه حقيقه القضيه الفلسطينيه ودفع الكثيرين في كل انحاء العالم لاعاده النظر في مواقفهم تجاه تلك القضيه بينما استطاع الاعلام المصري العام والخاص من كسر النمطيه وتحدي التابوهات في تناول القضيه الفلسطينيه وسعى نحو تغطيه اعلاميه فريده